في الدول اللي عندها ديمقراطية وتداول سلطة ومؤسسات حكم، الصراع دايما بيكون بين الأحزاب السياسية. كل حزب بيجتهد عشان يقدم برامج وأهداف يخدم بيها شعبه، في حين إن الدول اللي بيحكمها عسكريين زي دولتنا الحبيبة مصر بنشوف الصراع بشكل مختلف. الصراع دايما بيكون بين جنرالات أقوياء داخل المجلس العسكري، كل واحد بيحاول يلاقي لنفسه مكان في حكم البلد، ولازم الحاكم يحط عينه في وسط راسه بدل ما يجي واحد يقلشه وينقلب عليه. النهاردة هنحكي لكم قصة محاولة السيسي الفاشلة في الإطاحة بأقوى رجل داخل الجيش بالمختصر. قصة أسامة عسكر مع السيسي ليها فصول كتير، فيها ربيع وفيها خريف. أسامة عسكر دخل الخدمة في القوات المسلحة سنة 1979 وتحديدا في سلاح المشاة، بعدها ترقى لحد ما وصل لرئاسة أركان الجيش الثاني الميداني، وبعدها اتنقل لرئاسة أركان الجيش الثالث الميداني قبل ما يعينه الرئيس الراحل محمد مرسي قائد للجيش الثالث في أغسطس 2012. بعد وصول السيسي للسلطة كان أسامة عسكر من أشد المقربين ليه، وكان بيعتمد عليه بشكل كبير لدرجة أنه رقاه وخلاه أصغر من يحمل رتبة فريق في الجيش كله. ده غير كمان أنه كلفه بقيادة قوات شرق القناة سنة 2015 وطلب منه أنه ينهي الإرهاب في سيناء ويسلمها له متوضية. على عكس المتوقع بقى، ربيع العلاقة بين السيسي وعسكر خلص بسرعة جدا، وبدأ فصل خريف مليان قسوة وغشومية. في نهاية 2016 السيسي أزاح عسكر من كل مناصبه، وطلعت إشاعات أنه احتجزه في فندق الماسة ووجه له اتهامات بالفساد المالي. بس الحقيقة أن أسامة عسكر في الفترة دي كان بيشارك في اجتماعات مع عسكريين عشان يشوفوا بديل للسيسي، وده كان وقت ترشح سامي عنان لانتخابات الرئاسة 2018. فترة إبعاد أسامة عسكر اتشال فيها قادة كتير من المجلس العسكري، وطبعا كلنا عارفين أن السيسي رمى سامي عنان في السجن. بس بعد جهود وساطة شارك فيها المشير الراحل طنطاوي، طلع سامي عنان من السجن وظهر أسامة عسكر من جديد عشان يمسك رئاسة هيئة العمليات بالقوات المسلحة سنة 2020. في لمحة لعودة فصل ربيع جديد من علاقته مع السيسي، لدرجة أنه في سنة 2021 بقى رئيس أركان الجيش، وده تاني أعلى منصب في القوات المسلحة. بعد سنتين في المنصب السيسي حاول يزيحه من منصبه في حركة يونيو 2023 قبل شهور قليلة من انتخابات الرئاسة، بس عسكر اعترض على القرار من ناحية قانونية وقال أن قانون تغيير القادة العسكريين تم إقراره أثناء وجود عسكر في المجلس العسكري وما ينفعش يتطبق بأثر رجعي. ممدوح شاهين مساعد وزير الدفاع للشؤون الدستورية والقانونية كان هو الوسيط في عملية إقناع عسكر بقبول القرار، لكنه ما قدرش يقنعه. السيسي اللي قدر يسجن عنان وينكل بشفيق لما قرروا يترشحوا للرئاسة، واللي قدر كمان يبعد صدق صبحي عن وزارة الدفاع، فشل في إبعاد أسامة عسكر. تراجع السيسي عن قراره بيكشف تراخي قبضته على الجيش، لأن كان في حادثة مشابهة اشتبك فيها عسكر مع السيسي في حركة تنقلات ديسمبر 2022 لما تم استبدال المتحدث العسكري غريب عبد الحافظ وأعلن تعيين إسلام المهدي مكانه، لكن أسامة عسكر تدخل ومنع التغيير ده بدعوى كفاءة عبد الحافظ. وفعلا القرار اللي كان أعلن رسميا تم إلغاؤه ورجع عبد الحافظ لمنصبه. في النهاية عسكر احتفظ بمنصبه رئيس أركان الجيش عشان تفشل محاولة السيسي في الإطاحة بأقوى رجل في المؤسسة العسكرية. وبكده ننتظر فصل جديد في علاقة السيسي مع أسامة عسكر.